التحليل الكهربائي. نبدأ بالتحليل الكهربائي البسيط لحمض كلور الماء. نعمل طريقة المحاكاة لفهم تحليل كهربائي لحمض كلور الماء. إذن التجربة: لدينا مولد للتيار المستمر ووعاء التحليل الكهربائي، ولدينا مصريين يكونان من البلاتين أو من الجرافيت، يعني الفحم الكاذب. الآن نشغل زر التشغيل، إذن، ونلاحظ ما يحدث عند المصرين. المصر الموجب نسميه المصعد، المصر السالب نسميه المهبط. نفسر ما حدث عند المصرين، ونبدأ عند القطب الموجب وهو المصعد. إذن نلاحظ انجذاب شوارد الكلور السالبة نحو المصعد كما تلاحظون، وعندما تصل إلى شوارد سالبة المصعد تفقد كل شاردة إلكترون وتتحول إلى ذرة كما تلاحظون. إذن ينطلق هذا الإلكترون، هامة الإلكترونات. إذن عندما تفقد كل شاردة إلكترون تحول إلى ذرة، ثم تتحد كل ذرتين ويكونان جزيء غاز الكلور Cl2. لاحظوا هذه الشاردة كيف تفقد إلكترون. الآن هو الإلكترون ثم تحولت إلى ذرة. الشاردة الثانية تفقد إلكترون ثم تتحد مع الذرة الثانية وتكون جزيء غاز الكلور. حيث تخلت نعيد اتجاهات شوارد الكلور إلى المصعد، حيث اتخذت له كل شاردة عن إلكترون واحد، متحولة بذلك إلى ذرة الكلور، ثم ترتبط كل ذرتين مكونة جزيء غاز الكلور. يعني هنا خلاصة أنه عند المصعد ينطلق غاز الكلور. لنرى ماذا يحدث في المهبط. إذا نلاحظ اتجاه أو انجذاب شوارد الهيدروجين الموجبة نحو المهبط، فتلتقط كل شاردة موجبة إلكترون. لاحظوا، إذن هذه الشاردة تلتقط إلكترون هنا وتتحول إلى ذرة، ذرة هيدروجين، وتتحد كل ذرتين لتكون جزيء غاز الهيدروجين. إذن لاحظوا كيف تأتي أو تنجذب شوارد الهيدروجين الموجبة نحو المهبط لتلتقط الإلكترون. لاحظوا جيدا هنا، وهذه الآن الشاردة الموجبة تلتقط الإلكترون متحولة لذرة، ثم تتحد مع ذرة أخرى وتكون لنا غاز الهيدروجين، فينطلق غاز الهيدروجين عند المهبط. إذن خلاصة: تتجه شوارد الهيدروجين إلى المهبط حيث أخذت منه كل شاردة إلكترون واحد، متحولة بذلك إلى ذرة هيدروجين، ثم ترتبط كل ذرتين مكونة جزيء غاز الهيدروجين. يعني أنه عند المهبط تلتقط شوارد الهيدروجين الموجبة الإلكترونات، بحيث كل شاردة تلتقط إلكترون واحد وتتحول إلى ذرة، وكل ذرتين يتحدان مع بعض ويكونان غاز الهيدروجين، فينطلق عند المهبط غاز الهيدروجين. إذن ما معنى هذا؟ معنى هذا أنه عند المصعد ينطلق غاز الكلور، وعند المهبط ينطلق غاز الهيدروجين. لنفسر ما حدث من خلال معادلات الكيميائية عند المصريين، ونبدأ عند المصعد حيث انطلق غاز الكلور. فكما رأينا كل شاردة كلور تفقد إلكترون عندما تنجذب إلى المصعد وتتحول إلى ذرة كلور، ثم تتحد ذرتين من الكلور وتعطينا جزيء غاز الكلور. يعني نستطيع أن نلخص ونكتب: شاردتين من الكلور تعطينا إلكترونين زائد جزيء غاز الكلور. وبالصيغة الكيميائية نكتب 2Cl ناقص، يعني شاردتين من الكلور أعطتنا زوج إلكترونات، إلكترونين زائد جزيء غاز الكلور. أما في المهبط حيث انطلق غاز الهيدروجين،
فكما لاحظنا أنه عندما تنجذب شوائد الهيدروجين الموجبة إلى المهبط تلتقط كل شاردة إلكترون وتتحول إلى ذرة هيدروجين، ثم تتحد كل ذرتين من الهيدروجين مكونة غاز الهيدروجين أو جزيء غاز الهيدروجين، فينطلق غاز الهيدروجين عند المهبط. ونكتب هذه المعادلة كالآتي: شاردتين من الهيدروجين زائد إلكترونين أعطانا جزيء غاز الهيدروجين. بالصيغة الكيميائية نكتب 2H+ يعني شاردتين من الهيدروجين الموجبة زائد إلكترون، اثنين إلكترونين زوج إلكترونات أعطانا جزيء غاز الهيدروجين. أما المعادلة الإجمالية فمعناها أن نجمع ما معادلة المهبط والمصعد، فلدينا نجمع الآن هذا الطرف هذا على اليسار والطرف الثاني على اليمين، فنلاحظ أنه يعطينا عندما نجمع 2H+ زي 2Cl ناقص ها هي يعطينا غاز جزيء غاز الهيدروجين وجزيء غاز الكلور. بالطبع نحذف الإلكترونين لأنه يكونوا في الطرف اليساري على اليسار وعلى اليمين دون أن نكتبهما. شكرا.